عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ اليوم هو اليوم 16 من رمضان. سؤال اليوم: على من أنزل القرآن الكريم؟ أنزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سنة اليوم: آداب المصحف. أحب القرآن وأحترمه. أضع القرآن في مكان لائق. لا أضع الكتب فوق المصحف. نشاط اليوم: القفز على صورة اليد والقدم.